السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي العادة بالعوايد فيديو جديد نحب نحكيكم فيه على على ليكزينوراسيون بارسيال. شنية هي شنو بالضبط؟ باهي بالنسبة لليكزينوراسيون بارسيال راهي تدخل في يحكيو على لي فري دانسكريبسيون في لي فاكولتي فرونسيس. اش معناها؟ معناها اش يحب يقول في فتره من فترات اللي هي باهي شنية هي ليكزينوراسيون بارسيال. ثم عام ناول ولد عام ناول يظهر لي 2019 يظهر لي ولد عام ناول ولد عام ناولي نحسلو 2018-2019 جاو في فرنسا قالوا كونوا لي فورماسيون في فرنسا يتقراو فيهم لي فرونسي ou les étudiants étrangers. Ben, j'ai eu un mot. Les étudiants étrangers ou les étudiants français, عندهم نفس ال يخلصوا كيف كيف. علاش؟ على خاطر الجماعة اللي عايشين لهنا. باباتهم معناها وباتهم يخلصوا في لي زامبو للدوله والجماعه اللي جايين من برا ما يخلصوش بحكم عايشين لبرا. جاو يشوفوا حسبوا قداش تتكلف الفورماسيون على كل واحد في فرنسا على كل واحد يقرا في فرنسا يلقاوها في 10,000 أورو معناها 10 ملايين أورو لكل واحد وقت اللي هما قاعدين يخلصوا في كان 500 أورو 300 أورو حسب النيفو معناها يا اما ليسانس ولا ماستر. جاو عملوا قالوا ما هي 10,000 أورو تتكلف. قالوا نحن مانيش نحسبوا لهم اللي ستوديون اترانجي دي ميلورو باش نحسبوا لهم 30% منها ولا 20% منها حاسيلو عملوا مونطون معين عملوا بورسنتاج معين باش يحسبوا فيه ولا يحسبوا فيها في 2500 اورو. تفهموا انه باش تولي 2700 اورو وما نعرفش 2500 للماستر ولا الليسونس حاسيلو في الزون هذيك. جاو عملوا من بعد les étudiants étrangers les fait France peuvent يعملوا في الجرافات وبرشا برشا سياسيين جاوا ضد الحكاية وبرشا عباد جاوا ضد الحكاية وديز اسوسياسيون ودخلت فيها برشا حاجات. قالوا لهم باهي يا سيدي انتم ما تحبوش ما هو الزيادة هذه باش نخليو القرار للي فاك اي فاكولتي تحب على الزيادة تحب تعمل زيادة تعمل الفاكولتي اللي ما تحبش تزيد ما تزيدش والفاكولتي اللي تحب تزيد تزيد. فما تقريب 90% من الفاكولتي ورفضوا الحكاية معناها عاملين حساب كيما الفرنساوي كيما الاترانجي. وفما دي فاكولتي ما وافقوش الفاكولتي اللي ما وافقوش فما اللي وافقوا فما اللي ما وافقوش. لي فاكولتي اللي ما وافقوش هما اللي يكتبوا اكزونيراسيون بارسيال وفما اللي وافقوا اما نقصوا في السوم معناها نقصوا هي مثلا 2700 اورو رجعوا نعرفش 1500 وفما اللي رجعوها كيما قبل وفما زاد اللي حطوا مثلا هي قبل كانت 500 فما يرجعوها 700 حاسيلو لازم تشوف الفاكولتي
من بعد كي باش تعمل لك اكزونيراسيون بارسيال تشوف هي قداش طالبه في السيت نتاعها. تدخل السيت تشوفها قداش طالبه في الفري ديسكريبسيون اللي نحنا نسميوها في تونس الترسيم، السعر نتاع الترسيم اللي نحنا نعرفش قداش سيغورتا ولا شنو يسميوه 5000 يظل لي تشريه بالبوسطه ولا 7000 تمبلي ولا حكايه التوصيل هذاك التشريه 7000 ترسم به. قبل نحكي لكم في الـ في الـ في المكتب وفي الكوليش في الفاكولتي بتبيع التوصيل تخلص الترسيم تاعك في الانترنت في الانسكريبسيون بوانتيان ولا شو اسمه هاك. نحن في الفاكولتي يظل لي سيت قداش 110000 يظل لي ماستر عام كامل ولا حاجه هكا. كل فاكولتي كيف كيفاش هنا بالنسبه لل 500 اورو راه حاجه عاديه لهنا تسمى عندهم هما 500 اورو ما يتسمى شيء عندهم هما لهنا. معناها تجي تخدم لهنا مخك ما تحسهاش اما كي باش تحسبها بفلوس تونس تحسها مي 500 اورو راه سي بون معناها تنجم تلمهم لهنا في سافيسا ما فيهم حتى شيء اذا تخدم وتقرا في نفس الوقت. هذا هو الفيديو اللي حبيت ان نوريه ونوضحه لكم اليوم. هذا هو الفيديو اللي حبيت نوريه لكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوها ليزونوراسيون بارسيال. اللي ما فهمش حاجه ولا يحب يسال على حاجه يخلي في كومونتير نحاول نجاوبوه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.